بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، هناك اللي خذت المركز الثالث في شوط الإبكار المهجنات شوطنا السابق هي ريتاج سعيد بن خليفة المر النيادي، تهانينا والناموس بعد وضوح اللجنة، شكرا وتهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين هنا المنطلقين في هذا اليوم الجميل. هذا اليوم ما شاء الله انطلاقات سن اللقاية، دائما تأتي انطلاقات جميلة، توقيتنا المميز مع نشوان لا زال صامدا ما شاء الله حتى هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة. دائما راشد بن سعيد بن سالم الشمطي يجتبي 6 دقائق ثانية واحدة، هنا ذهب السلام مع الشمطي وقادر على مضن إلى ميدان اللبس. بنقول المركز الأول هنا مع الجعدان محليات الأصايل، للمركز الأول مليون في المركز الأول، محمد بن يمعه بالدبيل. ثانيا هناك من يأتي هملول، محمد بن ساعد بن حمد العمري. ثالث المراكز من يصل في هذه اللحظات، سراب سيف بن راشد مغانم المنصوري. انتقل وياكم إلى المركز الرابع، حشيم العلي موفي بن علي الدوسري. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس من يأتي في هذه اللحظات الجميلة هنا في هذه اللحظات اللي هو ضبيان محمد بن خلفان لغويس السويدي على خامس المراكز، بينما اللي في المركز السادس العاصوف يمعة بن محمد بن خلفان المزروعي. وهنا اللي في المركز السابع هناك من يأتي اللي هو الذيب لعلي بن سالم العلي بن عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هنا السياسي للسيد عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري. وفي المركز التاسع ما شاء الله لماع يمعة بن محمد بن خلفان المزروعي. وفي المركز العاشر والأخير مهول سلطان بن سعيد بن سالم السبوسي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة، هكذا كان وصفنا الجميل وعدنا التنازل لهذه الأسامي الجميلة ما شاء الله. 2 كيلومترات يا مليون يا بالدبيلة يا المنصوري يا بن واز قطعناها، والمتبقي من عمري هذا الشوط 2 كيلومترات. هناك هملول محمد بن ساعد بن حمد العمري أولا، ثاني المراكز مليون محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة، المركز الثالث سراب سيف بن سعيد بن غانم المنصوري. وفي المركز الرابع من يأتي في هذه اللحظات رعد حمد بن سليمان حرقوص العمري. وفي المركز الخامس هناك ضبيان محمد بن خلفان الغوز. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم كاملة والكمال لله سبحانه وتعالى. هكذا كان الوصف التفصيلي، مراكز دعناها عليكم بالفواء التمام. نعود والعود لكم إلى الميدان، إلى القوة، إلى الصراع مع أبناء الميدان. الله يا بن ساعد، هنا اللي غير على صدارة الشوط، من يقدم لنا هنا هملول محمد بن ساعد بن حمد العمري. يا سلام يا العمري، يا سلام يا العمري، مليون في المركز الثاني محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة. ثاني المراكز المركز الثالث اللي في المركز الثالث شعال المنصوري سراب سيف بن سعيد بن غانم المنصوري. المركز الرابع رعد لحمد بن سليمان حرقوس العمري. وفي المركز الخامس هناك مهول سلطان بن سعيد بن سالم السبوسي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الأعزاء، ولكن العمري عزم على المركز الأول،
عزم العمري على مقدمة الشوط. خلاص أظني ما بيسلمه، أظني ما يبغي يسلم المركز الأول. يبغي صعوبة ولا سهولة؟ يبغي السلامات إلى سلطنة عمان الحبيبة، إلا سلطنة عمان الشقيقة. يلا يا العمري، وصلوك سلام يا العمري. محمد بن ساعد بن حمد العمري بمناسبة فوز هملول بالمركز الأول. المركز الثاني مليون محمد بن يمع بالدبيلي. المركز الثالث شعار المزروعي يمع بن محمد بخلفان المزروعي. المركز الرابع أيها الإخوة شعار علي موفي بن علي الدوسري. المركز الخامس كان من نصيب حمد بن سليمان حرقوس العمري. 6 دقائق التوقيت الزمني، 10 ثواني، 28 جزم الثاني. تهانينا والناموس.